موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم الصلاة على السقط أو السقط. السقط هو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكف وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. وهنا فائدة، وهي أن من مات من أطفال المسلمين أو أطفال الكافرين قبل البلوغ فهو في الجنة بإذن الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ووجه الدلالة أن من كان سببا في دخول الجنة فهو أولى أن يدخلها. وفي حديث الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد الناس. قالوا: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.